ما يجري اليوم في حلب والمشهد الميداني. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الزميل وليد هناي للاطلاع على آخر المستجدات. وليد، ما هي الصورة الميدانية لديك وحتى الصورة الخدمية حتى هذه اللحظة في مدينة حلب وأرياف الجنوبية الغربية وحتى الشرقية؟ نعم، البداية حياك الله رانيا. بطبيعة الحال اليوم عمليات الجيش العربي السوري التي تأتي من قبل الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والفردية ضد المجموعات الإرهابية المسلحة داخل كلية الفنية، وهذا ما أتاح لوحدات المشاة وقوات النخبة في الجيش العربي السوري بالتوجه والسيطرة على أجزاء من المدرسة الفنية، وبالتالي لسلاح الجو كان له الدور الأكبر باستهداف المعاقل الخلفية للمسلحين باتجاه كلية التسليح ومحيط كلية التسليح وصولا إلى نقطة الخروج للمسلحين من هذه النقطة بالتحديد باتجاه خان طومان، وهذه النقطة أصبحت مرصودة 100% من قبل أبطال الجيش العربي السوري، وذلك بعد السيطرة على تلة أم القرع الاستراتيجية في وقت سابق والتقدم باتجاه عدد من التلال الأخرى، أي بأن الجيش العربي السوري يتبع عمليات السيطرة على التلال الاستراتيجية، ومنها لإكمال السيطرة النارية على كامل المحور من داخل الكليات العسكرية والتي تشرف عليها قرية أم القرع بشكل كامل، ووصولا إلى محور الراموسة بالتحديد، وأيضا عدد من النقاط الأخرى التي كانت قد تقدمت إليها المجموعات الإرهابية المسلحة في وقت سابق. ولكن نقطة أم القرع الاستراتيجية لها أهمية كبيرة قطع ثغرة المسلحين باتجاه المناطق الشرقية. اليوم باتت هذه الثغرة هي مقطوعة بشكل كامل، ليس اليوم بل قبل عدة أيام سابقة وحتى اللحظات. أيضا أم القرع هي تشرف على نقاط الإرهابيين باتجاه الجنوبية من حلب المدينة ومنطقة العمرية بالتحديد، لا سيما بأن الدور الأكبر لنقطة معمل الإسمنت الاستراتيجي في منطقة الشيخ سعيد. هذا المعمل الذي له أهمية استراتيجية كبيرة بإشرافه على كامل النقاط الجنوبية من حلب المدينة، وأيضا إشراف على كامل تحركات المسلحين وشل حركتهم واستهداف نقاط انتشارهم في تلك المنطقة. الجيش العربي السوري يتقدم داخل الكليات العسكرية بظل التقدم في محيط الكليات من قبل تلة أم القرع وصولا إلى عدد من النقاط الأخرى، وأيضا المحور الثالث الآخر الذي تعمل عليه وحدات الجيش العربي السوري من اتجاه مشروع 1070 شقة، امتدادا إلى نقطة الريادة التي تشهد اشتباكات عنيفة بشكل مستمر بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، ووصولا إلى محور مدرسة الحكمة، وبالتالي رانيا إطباق الحصار بشكل كامل على الإرهابيين المتواجدين داخل النقاط الجنوبية والجنوبية الغربية من حلب المدينة. هذه الخطة التي يتبعها الجيش العربي السوري بشكل كامل على المسلحين وقطع إمدادهم القادمة من ريف حلب الغربي باتجاه الكليات، أي باتجاه الجنوب الغرب من حلب المدينة، وبالتالي أيضا السلاح الجوي في الجيش العربي السوري له الدور باستهداف معاقل الإرهابيين وطرق امدادهم القادمة من ريف إدلب الشمالي باتجاه ريف حلب الغربي. طيب الوضع الخدمي باختصار لو سمحت وليد، الوضع الخدمي في مدينة حلب؟ نعم، خدميا هنالك يعني بالنسبه لتوزيع المشتقات النفطيه وبالتحديد اسطوانات الغاز، لن يكون هنالك في تنظيم في عمليه توزيع اسطوانات الغاز على المناطق، وبالتالي سيكون هنالك يعني تخبط في هذا التوزيع من قبل المحافظه على المواطنين. وايضا نتحدث عن واقع الاسواق التي تشهد تطور ملحوظا وبارتفاع يوما بعد يوم وتواجد كافه السلع، ولكن هنالك ارتفاع للاسعار سريعا اذا ما تحدثنا عن واقع الأمبيرات، وهذه النقطة بالتحديد التي تشكي منها كل محافظة حلب، المدنيين محافظة حلب، بأن لن يكون هناك التزام من عدد كبير من المناطق لاتباع التسعيرة التي حددتها محافظة حلب بسعر الأمبير 1000 ليرة وتشغيل أكثر من 10 ساعات تشغيل، وأصحاب الأمبيرات يهددون المواطنين بعدم إيصالهم التيار الكهربائي إن قاموا بالشكاوي لمحافظة حلب. أنا أشكرك جزيل الشكر الزميل وليد هناي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة حلب.